واحد من اللعيبه المهمه والمميزه في النادي الاهلي، انا بحب اقول ابو كريم. ابو كريم كل سنه وانت طيب، النهارده عيد الميلاد 25 ولا 26؟ عيد ميلاد 30، وان شاء الله كل سنه طيبين، والنادي الاهلي ان شاء الله كل سنه بألف خير ومتوج على طول يا رب ان شاء الله. ابو كريم، النهارده مباراه صعبه جدا، ولكن دايما بنقول الرهان على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. فريق مصر المقاصه يعني النهارده جاي معاهم في نقطه، ولكن لعيبه النادي الاهلي النهارده عندهم تصميم كل مباراه الثلاث نقاط. اكيد احنا كل مقابله عندها اهميه كبيره، كل ثلاثه نقاط عندهم اهميه في المشوار بتاعنا. قاعدين نلعبوا في مقابلات كل ثلاثة ايام، قاعدين نلعبوا في مقابله، لازم باش تلقى شويه مشاكل خصوصا في بدايه المقابله، لكن شخصيه النادي الاهلي والروح اللي موجوده ما بين اللاعبين هي اللي تصنع الفارق. الحمد لله اليوم جبنا ثلاثه نقاط من فريق ممتاز، يخلونا نكملوا في الثنيه الصحيحه اللي احنا ماشيين فيها، وان شاء الله من تقدم لتقدم ان شاء الله. في حاله من الحب والثقه من جماهير النادي الاهلي لعلي معلول، يعني دايما جماهير النادي الاهلي بالنسبه لعلي معلول واحد من الرموز ولاعيبه النادي الاهلي المهمين. نفس الاحساس ونفس المشاعر نتبادلها معاه. انا نحب برشا جماهير النادي الاهلي، عندهم احترام كبير بالنسبه لي، جمهور ساندني برشا في الاوقات الصعيبه اكثر من الاوقات الممتازه. نحب نشكرهم وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم في قادم المقابلات، وان شاء الله في اخر السنه نكون متوجين بجميع الالقاب اللي نلعب عليها ان شاء الله. ركله الجزاء اصبحت ماركه مسجله لعلي معلول بيكررها المره الثانيه، ولكن يعني جماهير النادي الاهلي بقت مستنيها منك كل مره. ان شاء الله ان شاء الله، اهم حاجه ان احنا نكسب الماتش، ومش مهم شكون ما يسجل الاهداف، المهم انه مصلحه النادي قبل اللاعبين وقبل اي حد. بعيد الميلاد، مين النهارده اللي تنبأ لعلي معلول ان هو يحرز هدف النهارده في اللقاء؟ اول واحده تنبأت لي ان انا اجيب جون يا مراتي، وبعدين قفشه. النهارده تقول ايه لاخر في نهايه يعني اللقاء وفوز النادي الاهلي بثلاث نقاط، تقول ايه لكل جماهير النادي الاهلي؟ ان شاء الله كل سنه، ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ديما تقعدوا سند للاعبين وللنادي، وانتم اللاعب رقم واحد مش اللاعب رقم 12. ان شاء الله في اخر السنه نكونوا فرحانين الناس الكل ان شاء الله بالتتويج بالالقاب المتاحه لكل ان شاء الله. طالع من المطعم في الفندق قلت لهم صباح الخير النهارده. تصبحوا على خير. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع علي معلول بيحتفل